غنى كلهم شانط ورجعتي انت اخذت العلامه وصاروا ثلاثه واخيرا خمسه ثلاثه عن جد. بس بعد في علامه سؤال البونص تحبوا تجاوب عليه؟ اوف بنجرب نجاوب عليه. باي سنه صدر هيدا الالبوم؟ لايك ا فيرجن. اذا بنعرف فينا نجاوب 84. فينا نستعين بصديق. هو نهار عيد ميلادي بس غير سنه 84 صح. ايه ايه مضبوط مضبوط. يس بوست اوباما. يعني تخيلوا فجاه صارت 4-5. شو فجاه؟ فجاه جهد وتعب. شو فجاه بتشطح عن جد. هلا في مش غنيه كارلا ركزي دقيقه معي. ايه في معكم انتم قصه صح؟ ايه حج حجري حج. شو رايك تحذر لرحمة القصه وما تخليها تحذرها؟ وين قصتنا؟ يا باطي رحمة مستعدة؟ يلا لشوف شو هي الغنية قبل أورش؟ صف البورش عم تسمعيني؟ صف البورش قدام بيته ونزل جقل كثير واثق بحاله حلو فايت يطلبها كثير مصدق انه اهلها دغري رح يقبلوه طلعت مجوزة هي البنت مرتبطة ايه ما لحق خلص كلمته استلمته امه وبلشت فيه عم بيقولوا انه اخلاقك مش منيحه عم بيقولوا انه عامل مصرياتك بالسرقه بس معه كريدت بيقولوا... كارد نعم في معه كريدت كارد او شو هاو هيدا اشتراك النادي هي لحظه هيدا تبع المستشفى هيدا مسلسل جاي معه الكريدت كارد حاططهم حتنا شغل شغل لحظه هيدا مسلسل ولا غنيه؟ لا لا هي غنيه ضيعتوها هلا للبنات وين صرنا بقى يا سوري سوري ايه انه كان استلمته وعم بيقولوا استلمته امه بس عم بيقولوا انه كان مجوز قبل لا. وعم بيقولوا عم بيقولوا كثير حكي يعني ايه ولما طفح الكايل معه رد وقال يا لا ما تقول لا 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 روق روق يا مدام حكي الناس لا بيأخر ولا بيقدم ابدا قلت لك ابدا نعم قلت لك بيقدم ولا يأخر كلام ملامة وغيرة مش أكتر كلام الناس لا بيقدم ولا يأخر كلام الناس ملامة وغيرة مش أكتر بدي اقول لك انه رائعه ميرسي ثاني شيء بدي اقول تحيه لسلطان الطرب جرب الصوت وبوسه مني انا مايا شخصيا لإلك انا يا مايا وهو هلا بصدد التحضير لالبوم جديد عم بيسجل باستوديو غنيه لزياد برجي مرق معنا زياد بحلقه سابقه عمل له غنيه بتاخذ العقل اسمها بيحسدوني غير الالبوم مبروك وناطرين الالبوم اكيد بنكمل علامتين لكم حزورة. وهلا لا في حزورة في غنية قبل اوكي بعدين بتجي الحزورة تبعكم سبعة غنية عربي وأربعة سبعة سبعة صاروا إلا نحن تفضل بقول أنا رقم في اثنين حمر اثنين حمر؟ إيه أولا لا نسيت كلمة ليه؟ ما بدي أنا ما رقم في شيء هلا خسرت اثنين ممنوع تشارعوا أنا ما حكيت رقم اثنين أحمر لالو حساسه هيك قهوه وقهوه 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 احنا عرفناها وقهوه حيا الله غني فيها قهوه في قهوه على مفرق في قهوه على مفرق وفي دعاء
لوري وقهوة. لا قهوة ايه بلا تصبوا هالقهوة زيدوا قهوة وتكوها للنشا معذورة الغير بلا تصبوا هالقهوة زيدوا قهوة زيدوا للنشا معذورة مش واو يعني مش واو بس منيح بس سفا بس قهوة الهمك الهمك حج انت شو عم بيلهمك قلبك اي رقم قلبي عم بيلهمني أربعة احمر يلا أربعة أربعة مثل ما بدها رحمة مش انا مش انا لا هيدي رحمة ما لحظة ما نحن يا حج ما نحن عم نشاور خلص أربعة دغري وفتوا فيها يعني هول النسوان هيدا اللي بيقرب هول النسوان بس بيخرب أنا كان بدي أقول لك التلاتة بيخربوا البيوت بعرفهم أنا تفضلي رحمة سوري عن جد إيه لا مبين عليك تفضلي رحمة إيه بتسمع منا وما بتسمع مني لا بيركب أشكال ليل رح ننقي أحمر أنا غيرت رأيي أنا بقول رح تسيبه أحمر أعطيها أحمر رح يسيبه أحمر هلا لا بده يرجع لعنده واحد إيه يلا واحد لحظة لحظة غيرت رأيي أكد أو ثلاثة أو خمسة أو ستة نحوس ثلاثة حوس انت بمزق بدك كل ما بقول لك تقول لي ثلاثة شرشبيل اذا منك راضية قولي له ما بدي ثلاثة اختار خمسة يلا خمسة يلا خمسة شو شرشبيل يلا يلا خمسة خمسة يا ربي يا ربي يا ربي يا انت مين إلى حي الله غني فيها إلى إلى شيء إلى أمي إلى البيت شو هالجمهور إلى هم عم ولا أغنية إلى إلا لأنه هي نحوت طيب شو مش نحن بدنا نحذر أو لا هن إذا بدك نحن عنا غني نحن جاهزين ناخذ نص علامة نحن جاهزين ما بدنا هن جاهزين خلص يلا نعطيكم إيه هيك هيك خسرت أخذوا الدور هيك هيك ها أخذوا الدور ما في ولا أنا بعرف رحمة حنون أوكي إيه حرام الله بحبك يا حاج ونيتك صافية رجعت إلى لعندك بدكم الغنية؟ لا بدك الغنية؟ أولى إيه أحن إلى خبز أمي ولمسة أمي أحن إلى خبز أمي وقهوة أمي ولمسة أمي وتكبر في الطفولة يوما على صدري يومي وتكبر في الطفولة يوما على صدري يومي وأعشق عمري لأني إذا مت وأخجل من دمعي أمي بدنا نعايد والدتك ونقول لك ميرسي على هيدي الغنية الحلوة ميرسي وأنا عامل أغنية للأم كمان هلا سمعنا إياها هلا في مناسبة سمعكم شقة هيك قطعة منا هي بنهديها لها هي إكسبسيون بس لأنه اليوم عيد الأم يبقى لي منها أنها علمتني دعاء الحب والرجاء بعد أن سبقتني إلى كل المواعيد يبقى لي منها أنها علمتني دعاء الحب والرجاء بعد أن سبقتني إلى كل المواعيد يبقى لي منها أنها علمتني الحب
بدوني جبالا، يبقى لي منها أنها علمتني الرجولة بدوني قساوة، علمتني الرقة بدون تصنع، علمتني الصدق بدون تجريح، علمتني أن أخاف وجه الله، علمتني أن لا أخاف أوجه الناس، علمتني أن أقف للحق ولا أركع أمام الظلم، علمتني أن أغفر لأعدائي قبل أن أقرب صلاتي، ما في يقول ولا كلمة، بريك ومنرجع.